السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي، ومرحبا بكم مع وصفة جديدة. عصير بالخضر والفواكه، نحتاج إلى تفاحة واحدة مقطعة، جزرتين مقطعة إلى دوائر، بطاطس مقطعة إلى مكعبات. في كسرونة نضع مقدار من الماء، ثم نضيف الخضر والتفاحة. نضعها على النار مدة ربع ساعة 15 دقيقة. عندما تنضج نتركها تبرد، ثم نضيف عليها نصف لتر من عصير البرتقال، وتطحن جيدا. والنتيجة أمامكم، عصير مغذي ومنعش، يحبه الكبار والصغار، ويمكن أيضا الاحتفاظ به في الثلاجة. ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على